أستاذ سعيد، الأنظار متجهة من الآن تجاه البيت الأبيض، ويوم ثلاثة بقى هيبقى البريد والبيت الأبيض وصناديق الاقتراع بقى اللي هي الشكل الجديد بتاع الانتخابات الأمريكية. لكن خليني أتوقف مع حضرتك إلى الآن أمام تصريحات ترامب. تصريحات مثلا ترامب بيقول الطريقة الوحيدة لخسارة الانتخابات عبر التلاعب بنتائجها. لماذا بيسبق ترامب بأنه هتبقى فيه تلاعب في النتائج الانتخابات الأمريكية؟ أعتقد أنه الأول مرة السنة دي أو في هذه الانتخابات أعداد اللي صوتوا بالبريد كانت ضخمة جدا قياسا للانتخابات السابقة. دايما كانت في مشكلة في التعامل مع موضوع التصويت بالبريد، لأنه في الناس تتذكر ما حدث في الانتخابات 2000 ما بين جورج بوش الابن وما بين الجور. أيوة. وحصلت انهم في ولايه فلوريدا اتاخروا واعادوا فرز اصوات من جديد، فدائما كانت في مشكله في سواء في التوسع في التصويت الالكتروني او في اليات الفرز نفسها. وبالتالي اعتقد ان ترامب بيقول بناء على خبرات سابقه ان ده ممكن يحصل، في نفس الوقت هو بيحط ضغوط يعني معنويه هائله على الناخبين بالذات، وبيحضر على الناخبين من مؤيدينه تحديدا. نعم. بيقول لهم انه انتوا ممكن اصواتكم تهدر نتيجه التلاعب وكده، فده بيضغط او في اتجاه ان الناس تنزل يوم الانتخابات بشكل كثيف، وده اللي بيراهن عليه. ده نوع من انواع الدعايه. يعني هو بيقول لهم خلي بالكم، هم ممكن يزوروا في البريد، انتوا عشان تعادلوا ده لازم تنزلوا بكثافه، لازم تبقوا كتير. يعني حاصل دلوقتي فعلا في التقارير المؤخره. أيوة. انه في اتجاه لانه يبقى المؤيدي ترامب بينزلوا يوم التصويت والاقتراع بقى المباشر. آه. في مراكز الاقتراع يعني. أيوة. أيوة. عشان يعادل لو حصل اي حاجه في البريد. هو حاطط ضغط معنوي على النظام وعلى الناخبين في ان واحد. ايوه. استطلاعات الراي هل تؤثر في الناخب الامريكي؟ وانا عارفه ان حضرتك دايما في الانتخابات الامريكيه بتبقى حريص على الحضور في الشارع الامريكي والمتابعه، لكن نظرا لظروف كورونا فالسنه دي بقى الانتخابات دي حضرتك ما سافرتش. للاسف فعلا استاذه، معلش حظنا بقى. انما هل يعني استطلاعات الراي بوجود حضرتك في الانتخابات السابقه هل بتبقى مؤثره في الناخب الامريكي؟ ولا الناخب الامريكي ما بيبقاش قوي المساله دي مأثره فيه، هو عارف وعايز ايه واهتماماته اكتر بالداخل الامريكي؟ ده صحيح جدا. يعني الناخب الامريكي فيه سمه غريبه جدا، انه حتى لو حضرتك سالتي في الشارع عادي كده، لو او حتى كاصدقاء، لو كنت عندك علاقه صداقه مع حد وسالتيه بيبقى زعلان جدا ان حد يقول له، لانه بيتدخل في اموره الشخصيه كده، يعني ما يحبش يقول انا صوت من مين تحديدا. يعني أيوة. ودي بتحط عيب على مراكز الاستطلاعات. يعني بعض الناس طبعاً. بعض الناس بتقول كلام ممكن يكون مش هم اللي عملوه فعلا، فيطلعوا اخطاء كبيره. والمثال أيوة. كان ترامب وكلينتون، هيلاري كلينتون. يعني كل الاستطلاعات لحد اخر يوم بتقول نسب احتمال فوز ترامب لا تزيد عن 8%. وفاز في النهايه، وكانت المفاجاه بالظبط، خلت مراكز الاستطلاع نفسها في حاله حرج شديد جدا، لان العلاقه وفقدت مصداقيتها بالظبط. النهارده بيقولوا نفس الكلام، بيقولوا ان 13% فقط اللي ممكن فرصه ترامب اللي يفوز، و87% لبايدن. لكن هم حذرين وبيقولوا يعني احنا عارفين ان المجمع الانتخابي هو الحاسم مش التصويت المباشر. يعني المجمع الانتخابي في علاقه طبعا بين التصويت المباشر والتجمع والكوليدج، يعني اللي هي بتاعت المجمع الانتخابي، لكن يظل مهم جدا انه الشرعيه بقى لما يبقى رئيس يفوز والمنافس بتاعه يخسر، بس الفارق ما بين الاثنين 3 مليون صوت لصالح الخاسر، بتاثر في الشرعيه شويه. انما في النظام الانتخابي الحاسم هو المجمع الانتخابي اللي هو بيحسم مين اللي هيبقى رئيس للدوله.